باقي كاع كلشي فاضي ورتكم مقطع جديد مقطع اسطوري. اليوم يا جماعه الخير راح يكون عندنا تحدي اسطوري انا وابع وايضا في مفاجاه اسطوريه لكم انتم. اوكي بدون نطول عليكم يا جماعه الخير راح يكون تحدي الصعود الى البرج يا جماعه الخير، والفائز فينا مش الفائز يعني لو فاز عليه راح يحصل على شيء اسطوري خلاص انا اصلا محصل عليه. خلوني اشرح لكم الموضوع يا جماعه الخير. وصلونا سماعات اسطوريه يا جماعه الخير من اثنين الوان، من الابيض ومن الاسود يا جماعه الخير، هم اربع سماعات يا جماعه الخير. او ماي جود، هذا تبع شديد جيمر وهذا تبع ابا. اذا فاز لا لا عفوا للحين والله ما تاخذهم لو ما فزت. اوكي وهذه يا جماعه الخير راح يكون فيهم او عليهم جيف اوي يا جماعه الخير راح تكون لكم انتم، وطبعا راح يكونوا ثلاث جيف اوي الا اذا فاز ابا فراح يكونوا بس اثنين جيف اوي، فهمت؟ يعني هو راح يحصل على هذه المجموعه تبع الهدايا الموجوده هون اربعه يا جماعه الخير، هذا لشديدي وهذا اذا فاز ابا راح يحصل عليهم. شوف صار يمكن الحيوان خلاص خلاص انا نصاب راح اعطيهم لاخي راح اخسر عن جد. ما نطول عليكم يا جماعه الخير، قبل بدايه المقطع بدي اخبركم بس عن السماعات. في موجود منهم اثنين الوان، موجود الابيض وموجود الاسود، وهذه الشركه يا جماعه الخير اللي هي رايمو يا جماعه الخير، هذا لساته جديد او هذا الاصدار لساته جديد من هذه السماعات، سماعات اسطوريه بمعنى الكلمه يا جماعه الخير، فيهم ميزات خنفساريه بمعنى الكلمه، منها انه تخيل اذا كنت حاط السماعات وقاعد تتكلم مع شخص في مكالمه فهو السماعات تعزل الصوت الخارجي بس يعني راح اسمع بس صوتك انت فقط، ما راح اسمع لو سيارات جنبك، لو طائرات بتمر، لو قنابل تنفجر، ما في اي ضجيج راح تسمع اياه. وايضا يا جماعه الخير في موجود كود للخصم تبع شديد يا جماعه الخير، هو موجود بالشاشه كما تلاحظون اللي هو هذا يا اصدقاء، هذا الكود تقدر تخفض 30% عن هذه السماعات. وهذا الاصدار يا جماعه الخير بالضبط اللي هو اوريمو فري بودز يا جماعه الخير، فري منزلين اياه بسعر مره منخفض عن الاصدارات السابقه، تخيل الاصدار الثاني يا جماعه الخير سعره اعلى من الاصدار الثالث يا شباب، يعني الشركه تسوي شيء اسطوري هذه السنه او هذا التحديد بالضبط يا جماعه الخير. ما تدور عليكم يا شباب راح تلاقون الرابط تبع اسكت. نعم يلا تفضل. بدي شو اسمه الكود تبع الخصم؟ بدي اشتري واحده. تشتري واحده بدي كود الخصم هذا موجود بالشاشه. شوف خلاص ما نطول عليكم، خلينا نبدا نروح للبي سي تبعك ونقلع. يلا جاهز خلينا نبدا. يلا لا تتبعني لا تتبعني لا لا شكرا. يلا نروح يلا والله شوف راح يسبقني. لا 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 ولا ولا صبك ولا لا 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 والله ما بلن ولا راح توصل. استنى خليني اساعدك شوي. لا 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 دانجر دانجر دانجر. رشيد هذه الثالث او هذه السادس رم على ما اظن صح؟ تعرف خلينا شوف شوف لو قتلت لو قتلتني الظن حقتي. يا ولو قتلتنا الدانجر تخيل تخيل تقتلني الدانجر شباب. بليز 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 يا سلام راحت والله راحت الدانجر.
تحت القاع. اساعدك ولا لا؟ ساعدني. ما ادري كيف يسووا لهم. يا وشو 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 بليز صبك بليز. انت طحت عن الصخر. انا نزلوني لاسفل السافلين. تخيلوا بس تخيلوا انه What the fuck. ولا وقتي ما كان وصلت للصفك. شو راشد شو لا 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 بز تانف. اوه الله وصلت. لا لا لا
فاكي واش بقيتي تما؟ بعد لي من الثلج تبعي. هذه ثلجته فضروري اهرب من ثلجته قبل يسلي. شباب انا وصلت لا تخيل طيحني في السايبر نضرب الاخوة. اوه راشد حيد الثلج ديالك. لا 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 وصلت حتى لا لا لا. كيف حالك يا جاري؟ هو في قاع الدنيا يقول لي والله لو تعمل سكاير رويال. تخيل انا ولا مره في حياتي ما صعدت. طيح ليش الثلج؟ علاش انا الثلج هذه كيزود راسي علاش؟ راسي علاش ولا لا؟ حيت كنت فوق راسي زود لي فوق راسي حتى هي. على سينا نحتاج نلعب بها صافي لا تحتاج من بعد منا صافي. طيحتيني. لا والله ما حالي ذاك الثلج. لا العز لا 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 وقف عليها يا انا لا. ولاتي انا بعد منا بعد منا ولاتي طلعوا فيها واش تبكي لك شوف يوصل ابا ترى اضربني نضرب اضربني ما نضرب لا عرفو تانا طلع مانت سمح تعال سماعات ايوه تعال سماعات هاك خذلك سماعات لا 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 صفك اجي يا الله اعطيك اللون الابيض لا لا اوكي بدون نطول عليكم حاليا راح اقول لكم طريقه الجيف اواي عشان تحصلوا عليه يا جماعه الخير او شروط بسيطه جدا راح اسوي على وحده جيف اواي بالانستغرام يا جماعه الخير في بوست ان شاء الله يعني داخل بوست راح اسويه وراح تعلق وراح تكون شروط ان شاء الله راح تشوفوها قريب راح انزلهم في بوست يا جماعه الخير يعني انا حط بهم الصوره فهمتوا بوست ان شاء الله يا رايدين والثانيه ان شاء الله يا جماعه الخير راح تكون داخل هذا المقطع راح تنزل حاليا للتعليقات يا اسطوره وراح تعلق الصوره في الانستغرام تبعك وضروري تكون عامل لي متابعه على الانستغرام فيلا ما نطول عليكم حظ موفق للجميع مبروك على الفائزين ان شاء الله بالنسبه للفائزين اذا كانوا بعيدين من المغرب فراح اقوم بشرائي يعني راح اسدد لهم اياهم راح توصلوا حتى لبيتهم اما اذا كان داخل المغرب فراح ابعث له هذه عن طريق الامانه او هذه عن طريق الامانه على حسب اللون اللي بده اياه وخلاص هذا كل شيء زي الفل
with